اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطأوا نابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرى الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من أترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار، صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف مسيء إلى نفسي مما فرط في يومه وأمسه، يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم فصل على محمد وعترته، واحشرنا في زمرته، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، وارزقنا مرافقته وسابقته، واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه الممدودين منك بالعدد الاثني عشر النجوم الزهار والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين. ثم تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين عليه السلام، وهو آخر دعائه عليه السلام يوم كثرت عليه أعداؤه، وهو يوم عاشوراء. اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك لما ومدرك ما طلب، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت. أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا.
احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.